من منا لم يسمع به؟ من منا لم تدهشه منحوتاته التي زينت ساحات المدن اللبنانية والعالمية؟ منذ مدة صنعت تمثالا للقديس شربي المخلوف ضجت به وسائل الإعلام، ليس لضخامته فحسب بل لدقة صنعه وجماله. وما من كنيسة مارونية في أستراليا إلا وزينها تمثال قديس من فتاته. إنه النحات العالمي نايف علوان الموجود حاليا في لبنان، وسيستلم عنه الجائزة ابنه شرب العلوان، ويقدم له الجائزة النحات فؤاد البرهاني. فليتفضل. اللي بدي يقوله قلت أنا بالنسبة للزميل نايف علوان ما هو معروف، لكن بدي زيد إنه ياريت كل أسبوع في جائزة لنجي لناكل بيتزا. بقى بعد بدي أحكي عن الأستاذ شرب العيني. مرة عم بقول قدامه بيتين شعر من الشعر الشعبي، ضيع في علية على جنب الطريق، شباك مخلى عتيق، مارق حدا مرق الطريق، شافوا رفيق شوح من الشباك يومي بالبريق، تفضل لفضل تاع عفك طريق. لما سمعت قال لي ركوت جيبوا السبوح جيبوا، والله لولا ما بعمل كتاب. جمعتهم بعتهم على سوريا، طبعتهم كتاب 320 صفحة من قتل كبير، سميته ضيعتي كلها بي. هذا احسن منحوت عملته انت. ايه بالفعل شكرا. بس هوني بدي كمان يعني هني جميع اللي اخذوا جوائز. وفي ناحية بدناش نطول كمان، مثل ما قلنا انه مش بس عم نعطي جوائز للناس، كمان عم بيدور علينا الاستاذ شربل وبيعرف عننا، لاننا مش معروفين احيانا بالمجتمع، او في تقصير شو اسمه اعلامي او شيء من النوع. بقى تشكر على هذا. وهون الجائزة، جائزة شرب العين ل 2018 حضرة النحات المعروف نايف علوان باسم الغائب الحاضر الدكتور عصام حداد مؤسس الجائزة، وباسم معهد الأبجدية في مدينة جبيل اللبنانية التاريخية، وباسم مؤسسة الغربة الإعلامية في أستراليا، يشرفنا أن نمنحك جائزة شرب العين لعام 2018 تقديرا لك على نشاطاتك الإبداعية المشرفة. سامي حداد، جبيل، لبنان. اصبر الله انا بعرفه عام 2000. ايه لا تيارسي تيارسي سامي. وهي يس Thank you. مساء الخير. بالبداية بنقول لكم سلام بي واعتذاره عن الحضور. الليلة أكيد هو كان حابب يكون معنا الليلة موجود هون، لكن أنا الليلة بشرفني يكون واقف قدامكم وقدام كل المكرمين عم بمثل بي واستلم جائزة شرب اللبعيني للعام 2018 نيابة عن النحات اللبناني نايف علوان. بحب يوصل كلمة من خلالي، وهالكلمة بتقول، بيقولوا الفن رسالة، تكريم الفن هو إظهار هالرسالة والمساهمة بنشرها. الشكر كبير الليلة للشاعر شرب اللبعيني
يلي جمعنا وكرم الفن بجميع أنواعه ليبقى الفن هو الصورة الحقيقية للبنان والعالم. بالكلمة، بالصورة، بالنحت، باللحن أو بالشعر فينا نغير شعب، وهيدا سلاحنا اليوم يلي من خلاله عم نسعى كل واحد منا على طريقته لتغيير واقع عايشينه بلبنان ولنوصل صورة لبنان يلي نحنا منريدها ومنحلم فيه. شكرا مرة تانية للشاعر شرب البعينة، شكرا لكم كلكم. عشبك يا تيارزي.